صفة صلاة النبي. تقرأ تفضل تفضل تفضل. جزاك الله. اللهم صل الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذه قراءه في سوره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير الكثير كانك ترى بتاليف الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله ورحمه الله. يقول المؤلف: ولقد نسي هؤلاء ولا اقول. هو ما زال يتكلم الشيخ على اختلاف امتي رحمه، ويقول هذا ليس بحديث، ويتكلم عن التعصب المذهبي. نعم، بل لقد وصل الخلاف. تفضل. نعم. انهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فورا مما منه. دقيقه، بل لقد وصل الخلاف الى ما وجد من ذلك عند بعض المتقلدين. صفحه 58. بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو وصل 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 الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين. لأن الإنسان لا ينفك إما أن يكون مجتهدا أو أن يكون مقلدا، وينبغي للمقلد ألا يتعصب ولا يلزمن غيره بملزوم نفسه، وهو على قول من يقلده إذا كان عالما نحريرا مشهود له بهذا. نعم. مثاله يعني من شدة هذا قال لك لا يتزوج الحنفي بالشافعي، يعني من شدة التعصب قال ولا يجوز زواج حنفية بشافعي ولا زواج شافعية بحنفي. شوف شدة التعصب كأنها خلاص يعني ستخرج من ايش؟ من الملة. عافانا الله وإياكم. نعم. مثاله منع التزاوج بين الحنفية والشافعية. بل سبحان الله، واحد كان ملقب نفسه مفتي الثقلين، يعني الإنس والجن. الله عافيك. أيوة، وحتى لو من الجن حنفية وشافعية عاد يتزوجون. هذه مشكلة كبيرة عندنا الجهل. لا والأئمة برآم. أيوة نعم نعم. الشافعي كلهم يا أخوان يقول نفس الكلمة: إن وجدتم في كتابنا ما في كتبنا ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بنفسه فاضربوا بعرض الحائط. نعم نعم. ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنيفة. من بعض المشهورين عند الحنيفة. عند الحنفية. عند الحنفية. وهو الملقب بمفتي الثقلين. الإنس والجن يعني. نعم. فأجاز تزوج الحنفي بالشافعي. بالشافعية. بالشافعية. وعلل ذلك بقوله. شوف البلوى. قال: ننزلها منزلة أهل الكتاب. يا الله، نسأل الله ستر، يعني أخرج من الإسلام، قال يعني زي الكتابية يعني والمحصنات من وين؟ المحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني عادي كتابية. نعم. تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، مفهوم ذلك ومفاهيم الكتاب معتبرة عندهم، يعني معناها أنه العكس لا يجوز. أيوة، معتبرة عندهم. يعني الرجل الحنفي الشافعي يعتبر من أهل الكتاب، ما يتزوجش المرأة حنفية، لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج أو النصران أو اليهود أن يتزوج إيش؟ مسلمة. يعني شوف كفروا عباد الله بالجهل. الله يعافينا وإياكم. نعم. أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية. أي. كما لا يجوز تزوج الكاتب الكتابي بالمسلمة. أحسنت. هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه بخلاف اختلاف السلف. كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه. نعم. بخلاف اختلاف السلف. من السلف عمر اختلفوا، لكن عمرهم لا كفروا بعضهم ولا قالوا لا تتزوج من الأنصار ولا المهاجرين ولا سليم ولا غفار ولا شيء. نعم. فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة. الله أكبر. ولذلك فهم في مناجات من ولذلك فهم في منجات. ولذلك فهم يعني المنجاة من يعني في نجاة وفي نعم بعيد عن الهلكة. إيه؟ من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين. نعم. بخلاف المتأخرين هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم. آمين. وليت أن
أن اختلافهم وليت أن اختلافهم المذكور حصر ضرره فيما بينهم ضرره فاعل ضرره فيما بينهم ولم يتعده إلى غيرهم من أمة الدعوة. نعم، لأن الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الموحدون. نعم. إذن لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه ويا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والإقطار. من أي صحة؟ فصدوهم عن الدخول في الدين. ولذلك النبي ماذا كان يقول يا إخواني؟ كان لما قالوا اقتل أبي بن سلول وريحنا من، قال لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. الناس اللي في نجد وفي الجوة وفي تبوك وهنا ما هم عايشين في المدينة عشان يعرفون إن ابن سلول ده إيش منافق. إذا حيقول لك قول الحق، تتذكر الرجل المسوي النبي اللي هناك هذا قتل فلان ده مسلم، ما يعرفون. لا تقول العرب، ما قال لا تقول المدينة ولا الأنصار ولا، قال لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. سماه يا سيدة، سماه أصحابه. ها؟ يعني ما قال يقتل المنافقين أو يقتل. لا هنا النبي أخرجها مخرج إيش؟ الغالب اللفظي. نعم، وإلا هو منافق والعياذ بالله. حتى جاء ابنه اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلمة، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد علمت الأنصار أني أشد برا لأبي، وإني لأخشى أن يقتله أحد من إخواننا، فلا تطيب نفسي فأقتله فأدخل النار به، فإن كنت آمرا أحدا أن يقتله فأمرني. النبي قال لا لا لا، نكرمه ما دام فينا، عشان يقول لك لجلعين يعني تكرم مرجع عيون، وعشان لا 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 الورد ينسقي العليق. فقال لك لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. نعم، تفضل. فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب، صحيح؟ ايوه، ظلام من الغرب، مبتدا وخبر لمحمد الغزالي. نعم، ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي، ما نصه حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة بيرنستون بأمريكا، أن آثار أحد المتحدثين سؤال الآثار جمع أثر، أن آثار يعني إنسان تكلم، يعني آثار موضوعا. نعم، أن آثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال بأي التعليم يتقدم المسلمون إلى العالم ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه، بتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون. أيوة صحيح. أما بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية، ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، يعني تفكير اشتراكي، يسمون نفسهم التقدميين. نعم، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة، لأنهم هم أنفسهم في حيرة. حسبك. وطبعا كلام الشيخ الألباني رحمه الله هذا في الشيخ الغزالي عفى الله عنه كان قديما، وإلا الشيخ قال ولقد تتبعت، لأن الكتاب ده مكتوب قبل 70 سنة، قال ولقد تتبعت كتابات الغزالي فوجدته هو نفسه في حيرة. فوجدته نفسه في حيرة، يصحح تارة ويضعف تارة أخرى إلى غير ذلك. طبعا ويقول من الكتب الجميلة التي تكلمت فيه هي رسالة لصالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ بعنوان المعيار لعلم الغزالي. وهناك أيضا مجموعة أشرطة كانت لأحد الناس يوما من الدهر، كانت بعنوان حوار هادئ مع
الغزالي خرج به إلى أن الغزالي من المدرسة العقلانية، يعني يرد حديث في الغيب شوية. أيوه هي المشكلة، يعني بعد عن السلفية، مع أنه كان الغزالي حقيقة كان مؤثر جدا وكان رجل رقيق جدا، حتى له محاضرة في الجزائر يتكلم عن النبي وكذا لما كان في الجزائر يدرس فترة، يعني رجل بكاء. لكن المعيار هو حقيقة السلفية يا إخواني، هذا هو إيش، هذا هو المعيار. الله يعفو عن الجميع. وتقول شيء أيوة لا الغزالي مو صاحب، لا إحنا نتكلم عن الغزالي المتأخر، صاحب فقه السيرة وصاحب طريقنا وإلى اسمه الغزالي السقطي. أيوة نعم نعم، وهم العيلة دي كلها سبحان الله يعني.